بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفلة الكريمة، أيها الإخوة الحضور، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة في هذه اليوم وفي هذا السباق الاستثنائي. هذه إشارة جروب أهل الريس لفئة الحقائق من مسافة لفئة الحقائق من 3 كيلومترات في أول المراكز في هذه اللحظات. هذه هذه الذيبة للسيد محمد بن راشد الهجري في أول المراكز، أما اللي في ثاني المراكز هذه اللي في ثاني المراكز في هذه اللحظات هذه نشوة للسيد مانع من عبد الله الشهواني في ثاني المراكز. ثالث المراكز من الجانب الأيمن رشعر الأفجح اللي واصلة، هذه اللي بديعة للسيد خالد بن حميد الأفجح المري في ثاني المراكز. ثالث المراكز اللي هو أما اللي في رابع المراكز من الجانب الأيمن هذه الشاهينية للسيد علي بن حمد بن سند المهندي في هذه اللحظات في رابع المراكز. وخامس المراكز اللي واصلة في هذه اللحظات هذه شعار التناهيد للسيد فيصل بن عبد الهادي الشهواني مع تناهيد في خامس المراكز. نروح مع محمد بن راشد الهاجري اللي حتى هذه اللحظات مسيطر على اول المراكز في الشوط الاول الرئيسي. هذه الذيبه للسيد محمد بن راشد الهاجري في اول المراكز، اما اللي في ثاني المراكز من الجانب الايمن هذه الشاهينيه للسيد علي بن حمد بن علي علي بن حمد بن سند المهندي مع الشاهينيه في ثاني المراكز، اما اللي في ثالث المراكز هذه بديع العود ملكية بديع لسيد خالد بن الحميدي الأفجح المري، أما اللي في رابع المراكز سلت مباشرة إلى ثالث المراكز هذه نشوة للسيد مانع بن عبد الله الشهواني. سللت في هذه اللحظات الشاهينية من العود ملكية الشاهينية للسيد علي بن حمد بن سند المهندي مع الشاهينية في أول المراكز بدون أي أوامر حتى هذه اللحظات، اما اللي في ثانية المراكز اللي واصلة هذه الذيبة لسيد محمد بن راشد الهجري مع الذيبة في ثاني المراكز. ثالث المراكز اللي واصلة هذه في سادس المراكز نشوة للسيد مانع بن عبد الله الشهواني مع نشوة في ثالث المراكز، اما اللي في رابع المراكز هذه بديعة لسيد خالد بن حميد الأفجح المري في خامس المراكز. روح مع الشاهينية وهذه الشاهينية للسيد علي بن حمد بن سند المهندي في هذه اللحظات مسيطر سيطرة تامة على أول المراكز في الشوط الأول الرئيسي في سباق هذا اليوم، سباق جروب أهل النواميس لفئة الحقائق أهل الريس لفئة الحقائق اللي في أول المراكز. هذه الشاهينية بتعود ملكية الشاهينية للسيد علي بن حمد بن سند المهندي في أول المراكز، أما اللي في ثاني المراكز هذه الذيبة للسيد محمد بن راشد الهاجري في هذه اللحظات في ثاني المراكز تحاول ان تتسلل لانتزاع المركز الاول في الشوط الاول الرئيسي، اما اللي في ثالث المراكز هذه نشوة للسيد مانع ابن عبد الله الشهواني. ولكن روح مع الشاهينية، راحت الشاهينية في هذه اللحظات ما شاء الله تبارك الله على هذا الركس التلقائي حتى هذه اللحظات بدون أي أوامر تسكر. هذه الشاهينية في هذه اللحظات في أول المراكز ومسيطرة سيطرة تامة في هذه اللحظات. الشاهينية للسيد علي بن حمد بن سند المهندي مسيطرة سيطرة تامة على المركز الأول في الشوط الأول الرئيسي، أما اللي في ثاني المراكز هذه الذيبة بدعون ملكية الذيبة للسيد محمد بن راشد الهاجري مع الذيبة في ثاني المراكز. ولكن الشاهينية نقول تهانينا والناموس للسيد علي بن سند
علي بن حمد بن سند المهندي على فوز الشاهينية بالمركز الأول بدون أي أوامر حتى هذه اللحظات. هذه الشاهينية انتزعت المركز الأول كعوائدها دائما وأبدا، وعوائد هذا الشعار نقول تهانينا والناموس للسيد علي بن حمد بن سند المهندي على فوز الشاهينية بالمركز الأول. أما اللي في الثانية المراكز اللي وصلت هذه الذيبة للسيد محمد بن راشد الهاجري، وفي ثالث المراكز زعفرانة للسيد عبد الهادي بن سيف الخيارين. التوقيت الزمني لهذا الشوط 4:55، 44 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الإخوة الفائزين.